رحت انت تختمين علي؟ حبيبتي نحن وين تعرفنا على بعض؟ وين؟ بالسهرة. يا عيني عليكي، انت بترضي اول خطوة واحدة من السهرة؟ ترضية؟ هذا بني آدم ولا دب؟ أكيد ما بترضاها، شو هالحكي؟ لك حبيبتي ليش عم تبكي؟ خايفة تتركني. لا حبيبتي معقول؟ لك والله ما بتركك حتى يجيك ابن الحلال. بس انت شو يا ابن الكلب؟ يا حيوان، يا دحس، يا دعكولة، يا عصير ومدابل، يا همس وتافه. اول شي مرحبا يا احلى اخوة بالعالم، وتاني شي بدي اذكركن على اشتراكاتكن بقنوات اللي عم اعمل لها دعم. والله ما عصرتوا، ما عم تخجلوني، عتشتركوا بكل القنوات. والله عندكم اخوة بتبيض الوصف ببوا العين انتو، بس اضربوا مارس. هلا رح نصير نصور كتير حلقات من الحماية والكنة، وكمان مسلسل ضراير. وانا كمان ما رح اعصر معكم بالمرة، وبتستاهلوا. القناة رح ندعمها اليوم طبعا من العلامة فوق، وانا رح تحبوها كتير كتير. ما رح احكي عن محتوى القناة، روحوا شوفوها بنفسكم. انا واثق رح تشتركوا فورا. اسم القناة اجمال الجميلي، ورابط القناة رح تشوفوه تحت بالوصف. اكيد ما بدكم تغصايا يا اخواتي، بحبكم. اليوم بدي بخطبك اذا بدك اليوم. طيب معقول هيك؟ لسا اليوم تعرفنا على بعض بالجامعة؟ سألي عني اللي بدك اياه وبجاوبك فورا. طيب انت من وين؟ انا من ايدك هاي لايدك هاي. ما بالنجاح لا تفكروا تحتكوا فينا، نحنا هون سيادة الساحة وفينا نهدى بإيدينا. ما في حدا علينا، كلن معنا ومنا وفينا، متابعيني أصل القوة مندعس الساحة برجلينا. ما حدا بيقدر علينا، نحنا جنود الأرض، عنا أحلى متابعين نفرض احترامنا فرض. هيدا الدس إجرامي فعين عا كلامي، بتلاقيني ملك الساحة بيدم ما أرمي سلامي.